منسترال سايكل ويعني ايه فيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل، يعني انه ازاي المنسز بتنزل، ازاي بيحصل انه في الاخر يبقى فيه منسترال بلاد فلو. فهو ده الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل، ان هو ازاي بيحصل ان المنسز دي في الاخر تفلو. طيب احنا عشان يبقى فيه منسز نورمال منسز، المفروض ان احنا يبقى عندنا ايه اللي نورمال، ايه الستيشنز اللي بتبقى نورمال من اول الحيوانات على مسطوح؟ anterior pituitary، ovaries، uterus، cervix، vagina. مش ده اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا نصحصح مع بعض كده، احنا بنقول اللي قلناه المره اللي فاتت، فاحنا ده احنا جايين اول اليوم لسه نصحصح مع بعض، ده هي ساعه خلاص. فاللي عايزينه اللي المفروض يبقى نورمال عشان في الاخر يبقى عندنا نورمال منسترال بلاد فلو، ان يبقى عندنا هايبوثالاموس نورمال، وده اللي قلناه المره اللي فاتت، مش اي حاجه جديده، ان يبقى عندنا نورمال هايبوثالاموس. اهم ورقه الصوره معلش اصلا. يبقى عندنا نورمال هايبوثالاموس ونورمال انتيريور بيتيوتري. نورمال هايبوثالاموس عشان بتسكريت ايه؟ جينريت. وبعدين نورمال انتيريور بيتيوتري عشان بتسكريت ايه؟ اسوبيتال ايش. وبعدين نورمال اوفرز عشان هتسكريته ايه؟ استروجين اند بروجستيرون. وبعدين بعد كده عندنا يوترس واندوميتريوم، لان ده اللي بيحصل منه الجلانس شادنج. والسيرفكس يبقى طبعا بيتنت سيرفكس كويس، والفاجينا بيتنت فاجينا، وثرو الهايمن الاوبننج، لان الهايمن از بارشلي اوبن، طبعا لازم يبقى في اوبننج في الهايمن، امال البنات الصغيره بتجيلها منسز ازاي؟ فالهايمن ده يعني اتس ممبرين بس بارشلي اوبن، يعني لازم يبقى في ان اوبننج تو الاو ذا منسترال بلاد فلو. فلازم ده يبقى موجود عشان يبقى عندنا نورمال منسترشن. طب لو النهارده هنتكلم على موضوع اسمه امينوريا، لما احط كلمه ايه قبل الكلمة يبقى معناها absence، مفيش. ايه من ورايا؟ absence of menstruation. امتى يبقى فيه absence of menstruation؟ لو اي حاجة من الستيشنز اللي احنا بنتكلم دي حصل فيها اي abnormality هيحصل absence of menstruation. احنا محتاجين ان كل ستيشن من دول تبقى normal، يعني hypothalamus normal، الانتيريور بيتيوتري normal، الاوفرز normal، اليوترس normal، السيرفكس normal، الفاجينا normal، و presence of a hymenal opening. كل ده احنا محتاجينه عشان يبقى عندنا menstruation. طيب definition of amenorrhea يعني absence of menstruation، بمعنى ان انا لو جات لي واحده وبنتها والبنت عندها 5 سنين هقول لها انت عندك amenorrhea؟ البنوته بتاعتك عندها amenorrhea؟ لا. امال ايه؟ يبقى في حاجه اسمها physiological amenorrhea، ان طبيعي دي physiological، دي مش هطلق عليها اسم amenorrhea اساسا، لان دي physiological. امتى يبقى في physiological amenorrhea؟ ها؟ before puberty، after menopause، during pregnancy and during lactation. بالظبط كده، هم دول الفيزيولوجيكال امينوريا، اللي هو لما تجيلي وتقولي ايه ده انا الدوره مش بتنزل، ايوه حضرتك حامل، حضرتك بتهدعي. فدي حاجات عادي فيزيولوجيكال، ان هو ما يبقاش فيه فيري. يبقى كلمه primary امينوريا قصدنا primary pathological امينوريا، pathological not physiological امينوريا. امتى برضو هطلق عليها primary امينوريا؟ واحده عندها 9 سنين وجات لي وما عندهاش منسس، هقول عليها امينوريا؟ طب امتى تفتكروا ان انا هبتدي اقول دي باثولوجيكال؟ فبالتالي باثولوجيكال يعني محتاجه انفستيجيشن اند مانجمنت. على حسب السكندري سيكشوال كاركترز والامينوريا، ولا على حسب ايه؟ برايمري باثولوجيكال امينوريا على حسب السكندري سيكشوال كاركترز. يعني لو لقيت عندها برايمري لو لقيت عندها سكندري سيكشوال كاركترز هقول دي مش امينوريا، لكن لو ما لقيتش هقول عليها امينوريا. هو دي الاجابه؟ ايوه. يبقى الايدج الاول، يبقى الاول الايدج، يبقى السن. عندها كام سنه يا مدام؟ بنتك دي اللي انت جايباها عشان الدوره ما نزلتش عندها كام سنه؟ ده اول سؤال، ده اول حاجه بنسال عليها ان هي عندها كام سنه، لان هو السن هو اللي هيفرق معايا. لو لحد 14 سنه ما جاتلهاش البيريد، لو لحد 14 سنه ما جاتلهاش البيريد ولا اي ساين اوف بيوبرتي، ولا اي ساين اوف بيوبرتي، مفيش اي حاجه خالص، ولا بريست ديفلوبمنت، ولا اكزيلري هير، ولا بيوبيك هير، دول اللي اسمهم سكندري سيكشوال كاركترز، ولا عندها منسس، هي دي اللي هقول عليها برايمري امينوريا. او يعني بمعنى ان هي لو جات لي وهي عندها 14 سنه وما عندهاش منسس وما عندهاش سكندري سيكشوال كاركترز، هبتدي اعمل لها انفستيجيشن. طب لو جات لك وهي عندها 14 سنه وما عندهاش منسس بس عندها سكندري سيكشوال كاركترز، دي حاجه تطمنك اكتر ولا تقلقك اكتر؟ يعني جات لك وهي عندها 14 سنه وعندها سكندري سيكشوال كاركترز بس لسه منسس ما جاتش، دي تطمنك اكتر عن البنت اللي هي 14 ما عندهاش اي حاجه خالص ولا تقلقك؟ تطمنك، لان البروسيس از جوينج اون، بقى فيه هرمون. ما كون ان عندها سكندري سيكشوال كاركترز يعني في ايه؟
الاستروجين. الاستروجين ده معناه ايه؟ كل اللي فوق تمام، معناه ان الاكسس ده كله نورمال، معناه ان عندي هايبوثالامس نورمال، انتيريور بيتيوتري نورمال، اوفر از نورمال، معناه ان الهرمون الاكسس از نورمال. الهرمون الاكسس اللي هو هايبوثالامو هايبوثيال اوفيريان اكسس از نورمال. فسو لونج ان عندي نورمال اكسس لدرجه ان بقى عندي استروجين، والاستروجين هو اللي عمل سكند سيكشوال كاركترز، اطمني يا مدام مفيش اي مشكله خالص، هتنزل المنزل. ايوه يعني استنى لحد سن كام يا دكتوره؟ لحد سن 16 سنه. لو وصلنا ل 16 سنه ولسه برده ما بقاش في منسز بالرغم من وجود سكند سيكشوال كاركترز، هو اللي ساعتها لازم انك تبتدي تعمل انفستيجيشن. دي مهمه ليه؟ مهمه عشان انت كجي بي لما تجي لك واحده ست وماشيه معاها بنتها وبتقول لك لا لا دي دوره ما جاتلهاش وكل الفصل بتاعها جات لها الدوره، هي عندها كام سنه يا مدام؟ عندها 12 سنه، تعمل انت ايه؟ هل تعمل لها هرمونال بروفايل مثلا تشوف ايه مشكلتها، تعملها سونار، تعملها حاجه؟ لا اعملها ريشورنس، اعملها ريشورنس عادي يا مدام مفيش اي مشكله خالص، مستنى لحد سن 14 سنه. جات لك وهي عندها 14 سنه هتعمل ايه؟ هاكزامن السكندري سيكشوال كاركترز، لقيت السكندري سيكشوال كاركترز موجوده تعمل ايه؟ ما تلاقيش خالص اهو، بصي ابتدى البراست يبقى فيه ديفلوبمنت، ابتدى يبقى عندها بيوبيك هير بتاع، فاطمني ما تقلقيش المنسز كده هتنزل. طب 14 سنه عملت لها اكزامينشن للسكندري سيكشوال كاركترز ما لقيتش عندها سكندري سيكشوال كاركترز خالص، تعمل ايه؟ هل تريشور؟ لا ساعتها لا مش هريشور، ساعتها هبتدي اعمل انفستيجيشن. فمهم الديفينيشن عشان نعرف امتى نبتدي انترفير، امتى نعمل انتو دكاتره، امتى تقول لها تريشور وتروحها، وامتى تقول لها لا مدام انت محتاجه نعمل لك شويه انفستيجيشن. طيب يبقى في بوينت هنا كانت كروشيال، هي وجود سكندري سيكشوال كاركترز وعدم وجود سكندري سيكشوال كاركترز. وجود سكندري سيكشوال كاركترز ايكوالز ان كل الاكسس ده از نورمال. فطالما انا لقيت عندها سكندري سيكشوال كاركترز يبقى الابنورماليتي اللي موجوده تبقى فين؟ من الامينوريه. يعني هي انا لقيتها 14 لقيتها وصلت لحد 16 سنه وعندها سكندري سيكشوال كاركترز لكن برضو لسه ما فيش منسز. يبقى الابنورماليتي هتبقى يا اما في اليوترس يا اما في الاوتلوتراك، لان انا متاكده طالما ان عندها سكندري سيكشوال كاركترز يبقى عندها استروجين. ايوه طالما عندها استروجين يبقى كل الاكسس ده نورمال. ما هو الاستروجين مش هيطلع من الاوفري من غير ما يكون الهايبوثالامس والبيتيوتري وصلوا له جي ان ار اتش واف اس اتش وال اتش عشان يبقى عندي في الاخر استروجين. فكون ان عندها سكندري سيكشوال كاركترز يبقى انا مش محتاجه اعمل لها هرمونال بروفايل. انا متاكده ان الهرمونز بتاعتها ار نورمال. انا اللي محتاجه اعمله ايه؟ اشوف ايه؟ اشوف ايه الابنورمالتي موجوده فين يا دكاتره عشان عندها سكندري يوترس واوت فلو تراك. بالظبط كده يوترس واوت فلو تراك. يبقى وانس اي ديسكفر باي اكزامينيشن ان شي از هافينج سكندري سيكشوال كاركترز يبقى انا اللي انا محتاجه اشوفه الابنورمالتيز موجوده فين؟ هل في اليوترس ولا في الاوت فلو تراك؟ طب ده انا هعرفه ازاي؟ تعملوا لها ايه؟ التراساوند. لو عملت التراساوند هشوف اليوترس وشوف the presence or absence of the uterus كويس، واشوف اذا كان في اي abnormality في اليوترس. وطبعا لو عملت لها examination general examination طبعا للsecondary sexual characters، local examination يعني نايمت البنوته حطيتها في lysotomy position او dorsal position اللي هو رفعت رجليها وعملت abduction للثاية عشان اشوف الاكسترنال جينيتاليا. ليه عايزه اشوف الاكسترنال جينيتاليا؟ عشان اشوف الهايمن. بصوا على الصوره دي يا دكاتره، بصوا على الصوره دي الشاشه هنا او هنا، هتلاقوا ان احنا في التو ليبيا ماينورا بنعمل لهم سيباريشن كده، الليبيا ماينورا الاثنين كويس، وفي بلوش ممبرين كده مش كده ولا ايه؟ شايفين البلوش ممبرين ده؟ البلوش ممبرين ده ايه؟ ده في ممبرين ما فيهوش اي اوبننج مش كده ولا ايه؟ ما فيهوش اي اوبننج. انا هنا سيرجيكالي عملت له اوبننج لكن هو هنا امبيرفكت نو بيركوريشن، ما فيش اي بيركوريشن او اي اوبننج موجوده في الهايمن خلاص؟ مفيش اي اوبن. فده بنسميه imperfect hymen. الimperfect hymen ده بيمنع ايه؟ يمنع ان الاوتفلو ان المنسز تنزل. يعني المنسز هنا بتتكون ولا مش بتتكون؟ بتتكون بس ما بتنزلش. في حاجه صدق ان المنسز تنزل، بتتكون بس ما بتنزلش. فبالتالي كلمه امينوريا هنا كوركت؟ لا مش كوركت، لان هي مش امينوريا، مش absence of menstruation، هي hidden menstruation. هي hidden menstruation. يعني ايه هيدن منستريشن؟ كريبتو منوريه. كريبتس يعني هيدن. فدي اكتر الامبيرفكت هايمن دي كويس، اللي هي اخر حاجه مكتوبه على البورد. الامبيرفكت هايمن دي بتعمل لنا مش امينوريه، بتعمل لنا كريبتو منوريه. بمعنى زي ما انتم شايفين كده الفاجينا بالوند ازاي في الصوره دي، ان كل ده بلاد اكيوليتد انسايد الفاجينا. يعني شايفين
الكلوتش ده فاجانا اكبر ولا اصغر؟ اكبر. ليه؟ فاجانا دي دايليتد دايليتد من لاي مرحله؟ بالظبط. بتنزل بيبي، بتنزل بيبي. انتوا متخيلين الفاجينا دي دايليتبل قد ايه؟ طبعا دايليتبل لان دي بتنزل بيبي، فالفاجينا دايليتبل. طب ليه اليوترس مش دايليتد قوي كده زي الفاجينا؟ مصل بالظبط كده، ماي ميتري مان، مصل وول، مصل وول. فبالتالي مش هيبقى دايليتد قوي زي الفاجينا عشان ده مصل وول. طيب يبقى احنا كده عندنا الفاجينا مليانه دم، فبنسمي الفاجينا كولبس. فدم انسايد الفاجينا هتبقى هيماتو كولبس، فكده هيبقى عندنا هيماتو كولبس، دم انسايد اليوترس، اليوترس مترا، فهيماتو مترا. وممكن كمان بوث فالوبيان تيوبز يبقى فيهم كمان بلاش، يبقى اسمه حد يعرف؟ سالبنس، هيماتو سالبنس. كويس. وممكن كمان البلاد ده يطلع من الفيمبريال انز ويعمل لنا ديزيز اسمه اندوميتروز، هنبقى نعرفه بعدين. يبقى احنا كده لو عندنا امبيرفورت هايمن، امبيرفورت هايمن ده كان جاينتال انوميك مش امينوريا، بس هو كريبتومينوريا. طب ليه درسناه مع الامينوريا؟ لان السيمتوم اللي هتيجي بيه البنوته هو امينوريا اصلا، سوبرمنسترو. هي ما تعرفش انها هيدن ولا مش هيدن، هي اللي عندها ان هي ما فيش عندها منسس، ما فيش عندها منسس، وعندها سيمتومز ايه تانية؟ بين، ريجولر بين مع المنسس، لان هي بيجي لها منسس وبتنزل بس اوبستراكتد. يعني اليوترس بيحصل فيه كونتراكشنز وبيحصل شادنج للاندوميتريم، بس بيفضل موجود في الفاجينا، فبيعمل لها حاجه اسمها هيماتوكولبس. فسايكليكال لور ابدومينال بين مع كل منسس، وكمان بيحصل لها ايه؟ ديستنشن او ابدومينال انلارجمنت، ريجولر ابدومينال انلارجمنت. كل شهر تبتدي بطنها تكبر اكتر. ليه؟ لان كميه الدم زادت اللي موجوده، كل شهر بطنها بتكبر، كل شهر بطنها بتكبر. فالجيلك دي ممكن تبقى اهلها يفتكروا ايه؟ انها بريجننت. بالظبط كده، فجيلك ان ايه ده، دي بريجننت دي مش بريجننت. اول حاجه بتعملها، لان احنا لازم نعمل هيستوري اكزامينشن، باي هيستوري ده عندها سايكليك لور ابدومينال بين وكده، باي اكزامينشن هنلاقي المنظر ده، دي امبيرفورت هايمن، مفيش فيها اي مشكله خالص. قال يعني ايه المانجمنت؟ هطمنها ريشورنس ونروح لنعمل ايه؟ نعمل لها زي الصوره اللي تحت كده، كروشيت انسيجن، انسيجن صغير في الهايمن تو ميمك ذا نورمال اوبننج اوف ذا هايمن، عشان اخليها زي الهايمن ذا نورمال الطبيعيه. فبفتح فيها فتحه صغيره تو الاو منسترال بلاد فلو، ريجولار منسترال بلاد فلو، ومفيش اي مشكله خالص. ده بالنسبه لاول سبب من اسباب الامينوريا، واكتشلي ات از كريبتومينوريا نوت ان امينوريا، لان عندنا اوت فلو تراكت اوبستراكشن. لو عندنا ابنورماليتي في الاوت فلو اللي هو الامبيرفورت هايمن، لو طلعنا الليفل فوقه في الفاجينا، هل ممكن الاقي الهايمن ده فوق؟ لا، هو الهايمن مكانه تحت، مكانه 2 سم من الاكسترنال جينيتاليا، من الفالفا من بره. هو ده مكان الهايمن اللي انا هلاقي فيه الامبيرفورت هايمن. طب امال لازم نبقى عارفين الامبريولوجي، حته امبريولوجي صغيره كده عشان نعرف ازاي ممكن يحصل كونجنتال انوملي في الفاجينا. ايه حته الامبريولوجي الصغيره؟ احنا عندنا الانترنال جينيتال اورجنز بتاعه الفيميل هم عباره عن اليوترس بالسيرفكس، كويس، يعني بادي وسيرفكس وفالوبيان تيوبس وفاجينا، وكمان في عندنا اوفرز. كل الانترنال جينيتاليا، يوترس بسيرفكس بابر فاجينا بفالوبيان تيوبس، كل دول ليهم امبريولوجيكال اوريجين واحد اسمه مولاريان داكت، اسمه مولاريان داكت. خلاص، هل عندنا واحده من مولاريان داكت؟ لا، في تو مولاريان داكت، يعني امبريولوجيكلي كان في تو مولاريان داكت، وبعدين حصل لهم ايه؟ حصل لهم فيوجن، حصل لهم فيوجن، هما الاثنين بقوا حاجه واحده. عشان كده في الاخر عندنا اونلي وان فاجينا، اونلي وان سيرفكس، اونلي وان يوترس، تو تيوبس. طب ازاي تو تيوبس؟ لان حصل الفيوجن فعلا، بس فروم بيلو ابورد، بس لما وصلنا للفالوبيان تيوبز ما حصلش فيوجن لبوث فالوبيان تيوبز. فاحنا عندنا تو مولاريان داكتس، هم دول الامبريولوجي بتاعنا، تو مولاريان داكتس، وبعدين حصل لهم فيوجن فروم بيلو ابورد. عشان كده في الاخر احنا عندنا سنجل فاجينا، سنجل سيرفكس، سنجل يوترس، لكن تو فالوبيان تيوبز. دي المولاريان داكتس. طب انت عماله تقولي ابر فاجينا، ابر فاجينا، امال اللور فاجينا؟ اللور فاجينا اند فالفا اللي هي منها الهايمن دي ديفلوب منين؟ من حاجه اسمها يورو جينيتال ساينس، يورو جينيتال ساينس، لان هي بتخش في الفورميشن برضو بتاع اليوريترا وكده، يورو جينيتال اند اكسترنال جينيتاليا بتاعه الفيميل، يورو جينيتال ساينس. طيب احنا في الاخر كده عندنا يورو جينيتال ساينس تحت، وعندنا اثنين مولاريان داكت فوق، لازم يحصل ما بينهم فيوجن اند كاناليزيشن عشان في الاخر تبقى الفاجينا دي اونلي وان تيوب، مش كده ولا ايه؟ صح ولا معايا يا دكاتره؟ طب لو حصل فيوجن للاثنين مولاريان داكت دول واليوروجينيتال ساينس، ما حصلش كاناليزيشن للممبرين او للسبتم، للسبتم بتوين التو مولاريان داكتس اللي فوق
السينسال تحت هيحصل ايه؟ هيحصل سبتم ترانسفيرس ولا لونجيتيرنال؟ ترانسفيرس فاجينال سبتم، لان من ساعه الفاجينا مش كده ولا ايه؟ هيبقى عندنا ترانسفيرس فاجينال سبتم. ده ايه السيمتوم بتاع الترانسفيرس فاجينال سبتم؟ لو واحده كونجنيتلي عندها ترانسفيرس فاجينال سبتم هتبقى ايه السيمتومز؟ هتبقى برضو امينوريا، بس هي امينوريا لا، هتبقى كريبتومينوريا زي دي بالظبط، بس الهيماتوكالبس هيبتدي من فوق شويه، هيبقى في الابر فاجينا، وهيماتوميترا برضو وهيماتوسالفنس وكل حاجه. طب المانجمنت هتعملها ايه اللي عندها ترانسفيرس فاجينال سبتم؟ برضو هنزيله اكسيجن، بس توتال اكسيجن، لان اتس نوت نورمال تو بي بريزنت ات اول. يعني في الانفيرت هايمن عملنا كروشيت انسيجن سمول اوبننج تو ميمك ذا نورمال اوبننج اللي في الهايمن، لكن الترانسفيرس سبتم ده مش نورمال ان هو يبقى فيه سبتم جوه الفاجينا. الفاجينا المفروض انها كلها حاجه واحده اكنها كلها مصنوعه من نفس الامبريولوجي، فعشان كده لازم نعمل توتال اكسيجن اوف ذا ترانسفيرس فاجينا سبتم، وهي طبعا هتجي لنا بنفس السيمتومز اللي هي ابدومينال اساتليك اللور ابدومينال بين واللارج. امال افرقهم ازاي؟ ازاي افرق ما بين الترانسفيرس فاجينا سبتم والانفيرت هايمن؟ examination في الاكسترنال جينتاليا. بالنسبه للترانسفيرس سبتم انت هتشوف هايمن انتكت هايمن وفي اوبننج وكل حاجه، والسبتم ورا، السبتم ورا يعني الحاجه دي هتبقى ورا، لكن انت هنا انت اول حاجه شايفها في وشك سد الدنيا هو الهايمن، وانت ما عندكش اساسا اي اوبننج موجوده في الهايمن. فده بالنسبه ليه الامبرفكت هايمن والترانسفيرس فاجينال سبتم اللي هم اوت فلو تراكت اوبستراكشن، او الاسم الادق ليهم ان هم كريبتومينوريا مش امينوريا. زيهم برضو لو حصل فيلير اوف كانالايزيشن اوف ذا سيركس، لان السيركس ده برضو من الموليريان داكت بس لازم يحصل له كانالايزيشن فيوجن للتو موليريان داكتس اند كانالايزيشن. فلو ما حصلش كانالايزيشن للسيركس او حاجه اسمها سيرفايكال اتريزيا او السيركس ما تكونش اصلا فور ا كونجنتال انوميلي، فبالتالي بقى في منسس ولا مفيش منسس؟ في مسج ديسكاونت ولا مش مسج كده؟ فاتره لا تسمعوا معايا والنبي، انا عارفه ان انا مش باخد اسئله بس ده عشان وقتكم، فعشان كده انا مش بعمل انتراكشن باسئله، لكن لازم تبقوا بصحه انتر اكتف. ما هو انتر اكتف ده يعني تردوا عليا خلاص، مش بتسالوني غير في بعد 8 لكن بتردوا عليا. فهل هنا هيبقى في منسج في السيرفايكال اتريزيا ولا مفيش؟ مين بيقول في منسج بتنزل؟ في منسج بتتكون، سوري، في منسج بتتكون. طب مين بيقول لا مفيش منسج بتتكون؟ لان اليوترس نورمال، انا عندي البادي اوف اليوترس از نورمال، اندوميتريم نورمال، ففي منسس بتتكون. بس المنسس دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي هيماتوكولبس. مين بيقول هتعمل هيماتوكولبس؟ ليه اللي قال هتعمل هيماتوكولبس؟ ليه هي دلوقتي المنسس دي اتكونت وفضلت موجوده فين؟ في اليوترس، يبقى عملت ايه؟ هيماتوميترا. هل نزلت جوه الفاجينا؟ لا، ما هو اساسا السيرفكس ده ما اتكونش اتريزيا او ابليزيا، مفيش دم نزل تحت الفاجينا، مش كده ولا ايه؟ يبقى عندنا هيماتوكولبس؟ ردوا عليا. لا، مفيش طبعا هيماتوكولبس، في هيماتوميترا؟ في هيماتوميترا، في هيماتوسالفنس؟ في هيماتوسالفنس، وممكن تعمل اندوميتروس. طب دي هعرفها ازاي؟ هعرف ازاي ان البنوته دي عندها سيرفكال اتريزيا؟ انا لما اجي اعملها اكزامينيشن هلاقي هذا المنظر؟ لا، هلاقي نورمال هايمن وما فيش اي بلوش ممبرين ولا اي حاجه خالص. امال انا هعرف منين؟ حتى لو جيت اعمل لها بي في عشان اعرف؟ ردوا عليا. امال هعمل لها اكزامينشن ازاي؟ طب قبل الالتراساوند انفستيجيشن انا عايز اعمل اكزامينشن، عملت اكزامينشن الاكسترنال جينيتاليا لقيت عندها سكند سيكشوال كاركترز، عشان كده شكيت ان هو يوترس يا اوت فلو تراك، فبالتالي قعدت اعمل الستاب اللي بعدها اللي هي اكزامينشن لوكال اكزامينشن. ايه يعني ايه لوكال اكزامينشن؟ اكزامينشن الاكسترنال جينيتاليا، حطيتها في اللايسوتك بوزيشن باي انسبكشن، ما لقيتش عندي ولا بلوش ممبرين ولا اي حاجه خالص. خلاص عايز اعمل بالبيشن انسبكشن، وبعدين بعد كده انسبكشن شفت بالبيشن، بقى عايزه احس بقى اعمل ايه. احنا دايما بنعمل في الفيميلز بي في بير فاجينال اكزامينشن عشان اشوف اليوترس حجمه قد ايه، وباي وانتي الثانيه تبقى على بطنها اعمل لها حاجه اسمها باي مانوال اكزامينشن بايدين الاثنين صباعين جوه الفاجينا وايد على بطنها، بحيث ان انا اشوف حجم اليوترس وحجم الاوفريز اخبارهم ايه. فهنا اعمل لها بي في اكزامينشن، هي دايما موجود ومفيش امبرفكت، هل هعمل لها بي في اكزامينشن دكاتره؟ لا. ليه؟ عشان فيرجن، ما هي بنوته صغيره وما جالهاش المنسز وكده، فمنطقي ان هي تبقى لسه فيرجن. طب امال اعمل لها ايه عشان اعرف حجم اليوترس؟ بي ار بالظبط كده. بي ار يا دكاتره ما بيتعملش في النساء في الجاينيكولوجي غير في حالتين، اول واحده منهم اهي للفيرجن. الفيرجن انا مش هعرف اعملها بي في، انا مش هعملها ديفلوريشن، ديفلوريشن انا اللي هقطع لها الهايمن، مش هعملها ديفلوريشن، فبالتالي بعملها بي ار اكزامينشن
عشان بالبي ار اللي هو صباعي اللي جوه الركتم ده ايدي الثانيه اقدر احطها على بطن العيانه فاعمل باي مانوال اكزامينشن واحس اليوترس ده انلارج ولا لا. هنا هلاقي اليوترس انلارج ولا لا في السيرفايكال اتريزيا. ايوه طبعا انلارج هيماتومتر عمال يكبر اليوترس وبيكبره كمان سايكليك كل شهر كمان يزيد حجمه يزيد حجمه يزيد حجمه من المنسس اللي عماله تاكيوميليت فيها. فهي دي اول حاله عشان ما نوصل للثانيه ان شاء الله بعد عمر شويه كده تبقوا تقولوا لي اه والفيرجن كمان بنعمل لهم بي ار اكزامينشن. فهعملها بي ار اكزامينشن هلاقي ان هي عندها انلارجمنت في اليوترس لكن الفاجينا اللي قدامي ما هي الفاجينا قدام الركتم اللي انا بعمل اكزامينشن هلاقي ان فيهاش هيماتوكالبس ونورمال فاجينا. هكونفيرم زي ما انتوا قلتوا باي الترا ساوند احط الترا ساوند اكزامينشن هلاقي فعلا ان اليوترس ده انلارج باي بلاد. في مانجمنت هتحتاج تعمله لهذه البنوته ولا لا؟ ايه المانجمنت؟ ردوا عليا. كاناليزيشن لو هو يعني كان ستينوتيك سيرفايكال ستينوز مش كده؟ حاجه الستينوتيك الضيقه هو اللي اقدر اعمل لها دايلاتيشن. لكن انا ما قلتش سيرفايكال ستينوز لان انا قلت سيرفايكال اتريسيا او اكليسيا ما تكونش هذا السيرفيس ما عنديش سيرفيس عندي فوق بادي اوف ذا يوترس وعندي تحت فاجينا وما فيش عندنا سيرفيس ما فيش افندم انسيجن فين؟ فاجينا بلاستي احاول اعمل فاجينا بلاستي وتوش يعني احنا عندنا بلين كده فاضي في كولون وفي ركتم وفي حاجات زي كده وبلادر من قدام وسبيس فاضي فاضي بين اليوترس وبين الفاجينا هعمل ايه؟ في فعلا ناس بتعمل حاجه اسمها ابدومينال بيرينيال ابروتش ان هم يوصلوا هذا اليوترس بالفاجينا يحاولوا يوصلوا اليوترس. طبعا لازم نفتح ابدومينالي عشان نفتح اليوترس من تحت وبعدين نفتح فاجينالي عشان نوصل بعد كده اليوترس بالفاجينا. بس طبعا زي ما انتم شايفين اولا هو البروسيجر ده في اورجنز حوالينا احنا مش ان الدنيا كده في اورجنز حوالينا ممكن يحصل طبعا انجري للانترنال ستراكشرز ممكن بعد كده يحصل ريفيوجن تاني ويحصلها تاني هيماتوماترا وده باي اكسبيرينس للستات او البنات اللي احنا عملنا لهم الابدومينال فرينيال ابروتش وترجع لك تاني بنفس الكومبلين اللي هو سايكليك اللور ابدومينال بين بلس ممكن طبعا يحصل انفكشن لان الفاجينا اتس اوبن على الاوتسايد وانت فتحتها على اليوترس فتحتها على البريتون ما هو الفيمبريال اند دول انترا بريتونيال فانت كده بتجيب لها انفكشن على طول لان مفيش سيرفيس مفيش اي حاجه مقفوله ولا في بقى الفيزيولوجي والمنسترويشن اللي هو السيرفايكال ميوكس بيلت ومش عارف ايه الفلاج وكده اللي هي بتبقى مقفوله مفيش الكلام ده مش موجود خالص فريكورنت فريكوينت انفكشن بالظبط كده. ساعات بيبقى الحل يا دكاتره انه بتعملها هيستريكتومي تضطر انك انت تعملها هيستريكتومي لانه الفانكشن اوف ذا يوترس زي ما اتفقنا المره اللي فاتت منسز وبريجننسي. طب هي ممكن تجات بريجننت ما هو فيزيولوجيكلي هتجات بريجننت ازاي وحتى لو جات بريجننت طب والبيبي يعني هيحصل ايه وعشان توصل اصلا للبريجننسي ده بكل الانفكشنز اللي بتحصل والاندوميتروزس والفايبروزس والحاجات دي فساعات بنلاقي انه الحل ان احنا نضطر نعمل لها هيستريكت. طب خد ان انا عملت لها هيستريكت من السباك الافريزيا دي انا دخلتها في منوفاز لا ليه عشان الاوبريز ما بالظبط كده الاوبريز دول جينيتال ريش وانا كل الانوماليز اللي عماله اتكلم عليها دي موليريان داكت عشان كده ممكن يبقى عندي انوماليز في اللور اند اوف ذا فاجينا ممكن يبقى عندي انوماليز في السيرفكس ممكن يبقى عندي انوماليز في اليوترس نفسه لكن كل دول موليريان لكن جينيتال ريش انا ما جبتش سيرته خالص يعني ده متكون ومتكون كويس وفي فوليكلز وبيحصل اوفيليشن وكل حاجه تمام. يعني ايه بيحصل اوفيليشن كل حاجه تمام يعني الهرمون الاكسس نورمال بدليل ان هي عندها سكندري سيكشوال كاركترز ولا بتخش مني في منوبوز ولا اي حاجه ولا يجي لها هوت فلاشز ولا كلام دول. اول حاجه بنتكلم عليها في الامينوريا او البرايمري امينوريا اللي هم الكريبتومينوريا اللي هو الاوت فلو تراكت اوبستراكشن. ثلاث اسباب الاوت فلو تراكت اوبستراكشن كلهم ليهم نفس السيمبتومز المانجمنت يمكن بيختلف عشان كده فصلناهم لان لو المانجمنت واحد انا مش هحتاج ان انا افصلهم لكن هنا المانجمنت از ديفرنت. في الامبيرفكت هايمن بعمل بروشيت انسيجن في الهايمن في الترانسفيرس فاجينال سبتم بعمل توتال اكسيجن اوف ذا ترانسفيرس فاجينال سبتم في السيرفايكال اتريزيا ممكن اوصل ان انا اضطر اعمل لها هيستريكتومي ريموفال لليوترس وايل طبعا كيبنج الاوفريز ان بليس عشان الهرمونز بتاعتها. فدي بالنسبه للاوت فلو تراكت. طب لو طلعنا لليفل اعلى اللي هو اليوترس هل في يوتراين كوزس اوف امينوريا؟ ايه رايكم؟ امتى ممكن
ان يكون سبب الامنوريا دي تو يوتراين كوزز. مفيش ريجنريشن في البيتا سيلز. ريجنريشن من البيتا لاير اوف ذا اندوميثيليوم. حصل ايه؟ وده قلناه المره اللي فاتت. كيراتيز اوفر كيراتيز. حصل ريموفل اوف ذا بيز لاير اوف ذا اندوميثيليوم اللي هو احنا سميناها حاجه فاكر سندروم اسمه من المره اللي فاتت اشرمان سندروم بالظبط كده. اشرمان سندروم. اشرمان سندروم اللي هو ريموفل اوف ذا بيز لاير اوف ذا اندوميثيليوم ايتروجينيك ريموفل افتر دي ان سي او لو جالها تي بي اندوميثيلايتس لان تي بي بيأفكت بيز لاير اوف ذا اندوميثيليوم. طيب واحده جالها اشرمان سندروم هتيجي تشتكي من ايه؟ ها امنوريا ولا كريبتومنوريا؟ برزنس ولا ابسنس اوف سكندري سيكشوال كاركترز؟ برزنس طبعا. هي دي برايمري امنوريا ولا سكندري امنوريا؟ يعني ايه بقى سكندري؟ احنا ما قلناش الديفينيشن اوف سكندري، احنا قلنا بس الديفينيشن اوف برايمري. ايه بقى يعني ايه الديفينيشن اوف سكندري امنوريا؟ يعني كان بيجي لها منسز ات تايم وبعدين دلوقتي المنسز بقت ابسنت. يعني لو واحده جات لك وبتقول لك انا بقى المنسز كان المفروض تنزل من 10 ايام وما نزلتش، دي هقول عليها سكندري امنوريا؟ طب امال لازم تفضل قد ايه ما تنزلش عشان اقول عليها سكندري امنوريا؟ 3 سكسسيف سايكلز ولازم يبقوا سكسسيف. 3 سكسسيف سايكلز يعني بقى لها 10 ايام ما نزلتش الدوره، معلش يا مدام ولا يا انسه الثانيه هتنزل ان شاء الله، ما يجراش حاجه. يعني ايه ما يجراش حاجه؟ يعني مش هعمل لها انفستيجيشنز، يعني مش هبتدي ام نوت جوينج تو انفستيجيت اكسبت افتر 3 سكسسيف نيجاتيف سايكلز. ثلاثة سايكلز ورا بعض اللي هي متعودة عليهم، السايكل بتاعتها 35 يوم يبقى انا هستنى 105 يوم، السايكل بتاعتها 22 يوم يبقى انا هستنى لها مش عارف 66 يوم، يعني 3 سكسسيف نيجاتيف سايكلز ما حصلهاش منسز، ساعتها انت يو هاف السكندري امينوريا اند ام جوينج تو انفستيجيت. يعني دونت انترفير دونت ايفر انفستيجيت، لان كتير قوي بلاقي ناس بعتالي انا بقالي يومين الدوره ما نزلتش. يومين يعني ده هو لحد وزن 7 دايز اتس نورمال. طب 10 ايام ما نزلتش طالما مره واحده بس هتنزل مفيش مش مشكله. ديلي اوف ذا منسز لسايكل او تو سايكلز مفيش مشكله، لكن ثري سكسسيف سايكلز هو اللي ساعتها بتقول عليها سكندري امنوريا اللي هو باثولوجيكال اند وي نيد تو انفستيجيت. اول سبب للسكندري امنوريا بنتكلم عليه هو الاشرمان سيندروم. ليه هما التانيين دول ما يعملوش سكندري امنوريا؟ الانفيرفريت هايمن والترانسفيرجينال سيبتوم والسيرفايكال فيزيا كونجنتال يعني من يومها ده مولوده كده، فبالتالي دول ما يعملوش سكندري امنوريا، دول كلهم برايمري امنوريا، عشان كده حاطينهم تحت البرايمري امنوريا. اول سبب للسكندري امنوريا كان يوتراين كوز اللي هو الاشرمان سيندروم ريموفال اوف ذا بيزل لاير اوف ذا اندوميثريوم. وزي ما قلنا المره اللي فاتت البروجنوزز بتاعه از فيري باد لانه ما فيش بيزل لاير، فبالتالي في ترايلز فور ستام سيل ان احنا نزرع لهم ستام سيلز او كده، بس برده البروجنوزز از فيري باد. وبرده لما تحط لهم ستام سيلز او كده لازم تدي لهم هرمون عشان يستيميليت البروليفريشن. مين الهرمون اللي بيعمل بروليفريشن؟ لان تديهم هاي دوزز اوف استروجين ان اديشن تو يعني ترايلز فور ستام سيلز. ده بالنسبه للاشرمان سيندروم. طب اعمل له انفستيجيشن اكونفيرم ازاي ان هي اشرمان سيندروم؟ هيستوري مدياني هيستوري ان عندها عمل الدي ان سي. هل في اي انفستيجيشن ثانيه تحبوا تعملوه عشان تكونفيرم ان هي اشرمان سيندروم؟ اشرمان يعني انترا يوتراين سايميكيا، يعني الانتيريور بوستيريور وولز اوف ذا يوترس ما فيش سبيس، ده هي بقى في ادهيجنز بين ده لان بقت رو اريا من فرونت اوف انذر رو اريا، فبالتالي حصل ادهيجن بينهم. بقى ما عندكش كافيتي يوتراين كافيتي، بقت في ادهيجنز بين انتيريور بوستيريور وولز. الترا ساوند هيبين لي ايه؟ لو عملت الترا ساوند هنا مش هيبين لي نورمال اوتلاين اوف ذا اندوميتريوم، ماشي، بس ده يعني دي حاجه لان هو الالترا ساوند مش هيبين لي كافيتي، لان الكافيتي دي از بوتنشال سبيس مش كده ولا ايه؟ مش هو بوتنشال يعني الكافيتي دي مش مفتوحه بتاعت اليوترس، هي بتكبر وكده لو في بيبي جوه، لو في دم اتجمع جوه، لو في حاجه اتجمعت جوه، لكن ما فيش حاجه موجوده جوه، فهو هيبقى مقفول على بعضه اللي هو العادي. ما هو العادي it is a potential space. طب وما انا ازاي اشوف the inside of the uterine cavity؟ هيستروسكوب. هيستروسكوب منظار رحمي مش كده ولا ايه؟ ادخل منظار inside the uterus اسمه هيسترو، هيسترو اللي هو اليوترس، هيسترس كويس، سكوب منظار، فبدخل منظار through الفاجينا تحت والسيرفيس او السيرفايكال اوبننج، ادخل هذا المنظار كاميرا وبوتنشال سبيس بحقن ميه او فلويد او سلاين بحيث ان انا اشوف فعلا في كافيتي ولا الكافيتي ما بتفتحش معايا، مهما احاول احقن ده ما فيش كافيتي، ده هي ملزقه في بعضها. فالهيستروسكوب كونفيرمز البريزنس اوف اشرمان سيندروم. يبقى اشرمان سيندروم هكونفيرم الدياجنوزز بتاعي باي هيستروسكوب اللي هو منظار رحمي. وقلنا المانجمنت بتاعه ان احنا بندي لها بنحاول نعمل ستام سيلز او كده وبندي لها هاي دوزز اوف اس. ده اول سبب من اليوتراين كوزز اوف امينوريا، يوتراين كوز اوف امينوريا، وطبعا ده غالبا بيعمل لي سكندري امينوريا مش برايمري امينوريا. ليه قلت غالبا؟ ليه ما قلتش لازم؟
طبعا غير ان في الطب مفيش لازم، هو كله غالبه. ممكن يبقى ايه؟ ممكن تي بي بالظبط كده، مش قلنا ممكن تي بي اندوميترايتس؟ فلو جات لها تي بي اندوميترايتس قبل اصلا المنسف ما تجيلها، جالها بنوت صغيره جالها تي بي وافكتنج الاندوميتريا، فبالتالي دي هتجيلها برايمري امينوريا دي 10 منسف روم، تشيز اكستريملي رير. طبعا اكستريملي رير، بس عشان كلمه غالبا اللي انا قلتها في النص مفاهمين اللي اتقالت غالبا مش اكيد ولازم تبقى سكندري امينوريا، ممكن تبقى برايمري امينوريا الاشر مان بس اكستريملي رير. في حاجه ثانيه لازم تبقوا انتوا عارفينها كمان، يوتراين كوز اوف امينوريا، من اللي احنا قلناه النهارده كده، ايه السبب اللي ممكن يخلي مفيش منسس ويكون ده جيتو تو يوتراين كوز؟ اجينسس اوف بوليريان، واحده ولا اثنين؟ لازم الاثنين، لان لو واحده موجوده ما هتنزل دم، مش كده ولا ايه؟ مش لو في وان بوليريان دكت ديفلوب يبقى هيبقى في منسس هتنزل، ساي ريلاتيفلي هتبقى اقل لان الاندوميتريم اقل، بس هيبقى في منسس بتنزل. هو لازم يبقى توتال اجينسس اوف بوث بوليريان دكت عشان ما يبقاش في دم بينزل، ما فيش يترس اصلا. طب ما فيش يترس اصلا هكونفيرم ازاي ان دي بوليريان اجينسس؟ هعرف منين انها بوليريان اجينسس؟ الترساوند. لو جيت اعملها بي في اكزامينشن، بي في او بي ار، خلي بالكم لانه هي لو فيرجن هعملها بي ار ومش هحس يوترس، وهكونفيرم باي يعني ده الاكزامينشن هكونفيرم باي الترساوند. لو بي في لو هي جايه لي ومتجوزه، طب هيبقى ايه الكومبلين بتاعها؟ ايه الكومبلين بتاع الموليريان اجينسس؟ موليريان اجينسس مفيش منسس طبعا امينوريا لان هي موليريان اجينسس. ايه كمان ولا بس كده؟ لو متجوزه لو متجوزه انفيرتيليتي. طب في حاجه قبل الانفيرتيليتي؟ ديسبارونيا. مش كده ولا ايه دكاتره؟ سيكشوال انتركورس هيبقى وضعه ايه؟ مش احنا بنقول موليريان دكت دي بتكون لنا ايه؟ اهو الابر بارت اوف ذا فاجينا، مش الفاجينا هتبقى شورت فاجينا، فهيبقى في ديفيكولت انتركورس او حاجه اسمها ديسبارونيا. بارونيا اللي هو الانتركورس، ديفيكولتي ديفيكولت انتركورس او بينفل انتركورس. ليه؟ لان الفاجينا از فيري شورت، فطبعا هيبقى عندها ديسبارونيا. من قبل ما نيجي نتكلم بقى على الفيرتيليتي والانفيرتيليتي، يعني هي مش متجوزه يبقى امينوريا ده كومبليت. طب اتجوزت يعني بقى 16 سنه واتجوزت على طول ومش ما عندهاش مشكله الامينوريا او ما اشتكتش الاول من امينوريا، طيب لما تتجوز هيبقى عندها طبعا مشكله الديسبارونيا، لان هو الموليريان دكت دي زي ما هي بتكون اليوترس ما هي بتكون الابر بارت اوف ذا فاجينا، فبالتالي فاجينا هتبقى شورت فهيبقى عندها ديسبارونيا. وبعدين بعد كده لو هي الديسبارونيا ما كانتش مضايقاها قوي او كده، يبقى فعلا هات كومبلينت اوف انفيرتيليتي. ليه انفيرتيليتي؟ لان في يوترس زي بيحصل اوفيليشن وكده، لكن ما عندهاش يوترس. طب ايه المانجمنت بتاع هذه العيانه؟ ايه رايكم؟ هتعملوا لها ايه؟ فاجينوبلاستي، لان اللي اقدر اعمله لها ان انا احل مشكله الانتركورس، يبقى عندها نورمال سكشوال لايف، ان انا اعمل لها حاجه اسمها فاجينوبلاستي، يا اما دايلاتيشن، يا اما بروسيجر اسمه ماكيندو اوبريشن، احنا بنطول الفاجينا، يا اما ناخد تيرش جرافت، يا اما امنيوتك ممبرين، يعني واتيفر، يعني المهم بنطول الفاجينا عشان السكشوال لايف بتاعتها. طيب هل دي هيبقى عندها بوسيبيليتي اوف جيتنج بريجننت؟ لا مش يوترس، هو لازم يوترس عشان يبقى فيه بيبي. طب اعمل لها اي دي اف ان فيترو فيرتلايزيشن، لازم سيروجاسي كده، حقن مجهري واطفال انابيب ممكن، بس مفيش هرجعه فين؟ ما هو الحقن المجهري انا باخد اوفن منها وباخد سبيرز بعمل فيرتلايزيشن بره، لكن امبريو ترانسفير انسايد هير يوترس، فما ينفعش برضو ان انا اعمل لها اي دي اف. طب هل الهرمون بتاعتها نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال. هل محتاجه اديلها هرمون ريبليسمنت ثيرابي من بره؟ لا، ما هي عندها جوه كويس قوي، ما عندها اوفريز، الجاينت ريدج موجود، هي بس الموليرين هو اللي مش موجود. طب لو عايزه تحمل الست دي، هل في اي بوسيبيليتي تقدر انت تقولها لها؟ افندم، يا اما سيروجاسي يعني ام بديله، كويس ان احنا ناخد، احنا بنتكلم طب، احنا مش بنتكلم ولا اثيكال ولا ريليجيوس، احنا بنتكلم طب، يا اما تبقى سيروجاسي، يا اما في حل اخر، ها اسمع، يوتراين ترانسبلانتيشن. في بلاد كتير عملته، منهم السعوديه، تركيا، غير السويد، ويعني بتكلم ان في دول اسلاميه، بمعنى ان هو ريليجيوس وايز يعني ما بتتعمل في دول اسلاميه، يوتراين ترانسبلانتيشن من مامتها، من اختها، من واتيفر، وبيتعمل لهم يوتراين ترانسبلانتيشن ويحصل فيهم بريجننسي. ده احنا بنتكلم طب عشان بس نبقى فاهمين. يبقى بالتالي بتاعه الموليريان اجينسيس دي مش محتاجه هرمون ريبليسمنت ثيرابي، ممكن تحتاج ماكيندو اوبريشن كويس عشان السكشوال لايف بتاعتها، لكن هقول لها بالنسبه للفيرتيليتي مش هقدر اعمل حاجه لان انت ما فيش عندك يوترس. ده بالنسبه للموليريان اجينسيس، وقلنا انه هنكونفيرم الدياجنوز بتاعها باي الترا ساوند.
تاني سبب تايم كوزس قلنا عندنا المولارين اجنسس او ليه اسم كده هتقروه في الكتاب اسمه مايروفيتانسكي توستر هاوزر سيندروم موجود خلاص مايروفيتانسكي توستر هاوزر سيندروم او مولارين اجنسس قلنا كمان اشرمان سيندروم في حاجه ثالثه يا دكاتره برده ممكن تعمل لنا امينوريا لواحده فينوتايب يعني شكلها فيميل اللي هو كومبليت اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم كومبليت اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم ده الجينوتايب بتاعنا 46XY هو المولاري اجنسز الجينوتايب بتاعنا ايه 46XX اكس طبعا ما هي ست عادي خالص فيها موليريان داكت وكل حاجه او يعني موليريان اجنسس بس فيها اوفريز فيها اوفريز فبالتالي هي فيميل طيب امال الاندروجين انسنسيتيفيتي لا دي اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم يعني 46XY طب ازاي هي اكس واي وجايه لي وهي كبيره كده بتقولي ما بتجيليش مانس يعني شي واز ريز از ا جيرل يعني ازاي في حاجه لازم نعرفها انه الواي كروموزوم بيكاري عليه حاجتين في حاجتين بيبقوا كارد على الواي كروموزوم ايه هما الحاجتين دول تستيكولر ديفرنشيتنج فاكتور ومن اسمه تستيكولر ديفرنشيتنج فاكتور عشان يكون لنا تستيكلز يعمل ديفرنشيشن اوف ذا تستيكلز والحاجه الثانيه مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور يعني الواي كروموزوم بيكاري حاجتين تستيكولر ديفرنشيتنج فاكتور ومولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور يعني بمعنى ان وانس انه الفيتس ده 46XY على طول الواي كروموزوم ده هيبتدي يعمل ديفلوبمنت للتستيكلز كويس وينهبت الجروث بتاع المولارين داكس فبالتالي ما يبقاش فيه انترنال اورجنز بتاعه فيميلز اللي هو ولا يوترس ولا فالوبيان تيوبز ولا سيرفيس ولا فاجينا ولا اي حاجه لانه ما عندنا مولارين داكس انهبيتنج فاكتور موجود وتستيكلر ديفرنشيشن فاكتور يعني تستيكلز موجود طيب يعني هي هذا المخلوق كويس اليومن بين ده مولود 46XY بمعنى ان هو عنده تستيكولر ديفرنشيتنج فاكتورز يعني عنده تستيكلز وعنده مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور يعني ما عندوش مولاريان داكت وما فيش يوترس ابسنس اوف ذا يوترس طب امال ليه الشكل الخارجي فيميل لانه في حاجه اسمها اندروجين انسنسيتيف يعني ايه يعني الريسبتورز بتاعه الريسبتورز اللي موجوده كل الاورجنز سواء على المفروض ان الديفلوبينج اكسترنال جينيتاليا او كده ما بتشوفش النورمال اماونت اوف سيركيليتنج اندروجين الانتستيكلز بتكاون اندروجين بتكاون اندروجينز بليفل عاليه زي بتاعه الميلز ايوه طبعا الاندروجين سيركيليتنج اندروجين اللي موجود في الدم ده لو خدت منها عين الدم هتلاقي الاندروجين فيري هاي ميل ليفل اوف اندروجين طب هما مش متشافه يعني هيجي اليوروجينيتال ساينس اللي تحت اللي المفروض الكليترس يكبر ويعمل لنا بينس مش هيشوف الاندروجين فمش هيكبر هيفضل بينس هتيجي برضو الاثنين ليبيا ماجورا اللي هما بيكبروا عشان يعملوا سكروتوم مش هيشوف السيركليتنج اندروجين فهيفضلوا ليبيا ماجورا هيفضلوا سمول خلاص كل الحاجات اللي هي اندروجين ديبندنت مش هتشوف لان مفيش ريسبتورز عشان كده بنقول لازم يبقى كومبليت اندروجين سنسيتيفيتي سيندروم مش ان يبقى فيه شويه اماكن فيه شويه ريسبتورز بتشوف وشويه ثانيه ما بتشوفش لان لازم يبقى كومبليت اندروجين سنسيتيفيتي سيندروم عشان في الاخر هتلاقي الشكل الفينوتايب بتاعها ما هو الكليترس اكسترن جينيتاليا كلها صغيره زي بتاعه الفيميل عادي طب امال بقى عندها بريست منين ما هو بيبقى عندها سام فورم اوف بريست ديفلوبمنت الاديبوس تيشو الفاشيا دكاتره بيحول الاندروستين دايون تو استرون استرون ده ويكر استروجين عن الاسترادايون بس ستيل ان استروجين which causes some effect of the estrogen اللي هو some breast development فعشان كده هيبقى عندها some form of breast development نيجي نشوف في الهير ده في androgen dependent hair هتلاقي عندها هير ولا ما عندهاش هير ما عندهاش لانه بس ده مش شايف فبالتالي الفيميلز دول بيبقى شكلهم حلو لان هي بتبقى فينوتايب جينيتاليا وكده زي الفيميلز عاليه خالص لان هي مش شايفه الاندروجين ما عندهاش هير اللي هي ممكن يبقى حاجه تضايق الفيميلز وكده وساعات يعملوا هير ريموفل وكلام من ده هي اصلا ما عندهاش هير يعني اليومن بينج 46XY ما عندهاش هير وعندها سام فورم اوف بريست ديفلوبمنت يس عشان عندها اوريدي الاديبوس تيشو والترانسفورميشن بتاع الاستروجين فلما نيجي نشوف هنلاقي ان هم لا دول شكلهم كمان حلو وجوجلت هتلاقوا ناس شكلها حلو كتير قوي بيشتغلوا مودلز واكترسز وكده من الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم طب امال ايه المشكله ان في تستيكلز والتستيكلز دول غالبا بيبقوا اندسند تستيكلز فبنلاقيهم في الانفاينال اريا دول ابنورمال تستيكلز فممكن يتحولوا بعد
بعد كده يبقوا كارسينوجينيك يحولوا لحاجه اسمها جونادوبلاستوما او يعمل لهم تيومر بعد كده. فمحتاجين ان احنا نعمل لهم ايه؟ جونادكتومي، نشيل لهم هذه التستكس. يعني اول ما بندايجنوز الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم كويس، يعني لو دايجنوز از تايم اوف بيوبرتي جاي لك بامينوريا عملت لها انفستيجيشن لقيت ان هي اندروجين انسنسيتيفيتي، فساعتها لازم تعمل لها جونادكتومي. طب يعني هدايجنوز ازاي؟ هكونفيرم ازاي الدايجنوز بتاع الاندروجين انسنسيتيفيتي؟ مش ممكن افتكرها مولاريان اجنسس، ممكن اتلخبط ما بين الاندروجين انسنسيتيفيتي والمولاريا اجنسس. هو دلوقتي يعني انا باي اكزامينيشن بكلم الاول باي اكزامينيشن، باي اكزامينيشن اتنين ما فيهمش يوترس صح ولا لا؟ اتنين ما فيهمش يوترس، وبعدين التستيكل او الاوفري ده واحد في اتنين في تلاتة سنتي خلاص. فيعني ممكن قوي امس ان هو في اوفري ولا فيش اوفري ولا كده. طب امال ازاي اكونفيرم ان هي احلف ان هي اندروجين سنسيتيفيتي مش مولاريا جانسون؟ كاريوتايبنج بالظبط كده، كاريوتايبنج بكتر سمير كاريوتايبنج كويس، ان انا اشوف اذا كانت هي اكس اكس ولا اكس واي، هو ده اللي هحلف عليها ان هي دي طبعا فيميل ولا ميل الجينوتايب بتاعنا. طيب وبالنسبه للمانجمنت بعد كده، هو انا لازم احلف؟ اه لازم احلف، لان المانجمنت مختلف. في واحده منهم هعمل لها جونادكتومي بس ولا محتاجه اعمل لها حاجه تانية؟ ايه رايكم؟ جونادكتومي بس ولا محتاجه اعمل لها حاجه تانية؟ هل محتاجه تديها استروجين ريبليسمنت ثيرابي؟ هي عندها استروجين؟ لا ما عندهاش. طب وايه يعني؟ يعني ايه؟ ما هو هتخش منافوز السيمتومز لان ما فيش عندها اي انابوليك هرمون، ما انت هتشيل كمان التستكلز اللي كانت بتكون لها شويه اندروجين مش كده ولا ايه؟ فخلاص ما عندهاش اي انابوليك هرمون في جسمها، فانت لازم تدي لها استروجين، لازم تدي لها استروجين عشان ما تخشش منها في اوستيوبروزس بقى ومنافوز السيمتومز اند كونفيشن. فالاندروجين سنسيتيفيتي المانجمنت بتاعنا هيبقى جونادكتومي اند استروجين ريبليسمنت بس. يعني دي هتقول لها ان انت ميل يا مدام او يا نسا او وات ايفر ولا مش هتقول لها؟ هو في حل يعني انت هتقول لها عشان هتعمل حاجه؟ ممكن تعمل مثلا جندر ترانسفورميشن هي؟ لا، لانه وات ايفر اندروجين ما هي كان عندها اصلا مش هتشيك، فبالتالي مفيش بوسيبيليتي انك انت تغير الجندر بتاعها. فمفيش ما يدعو انك انت تقول لها ان هي اصلا ميل لان هي واز ريز از فيميل، ومفيش حل انك انت تغير كده يعني سايكولوجيكلي هي فيميل. فما ينفعش انك انت او لو جيت تقول لها ان هي كود 6 اكس واي انت ما عندكش حاجه غير انك انت يعني ضايقتها جدا جدا بدون داعي. فبالتالي مش بنقول لها، بس تقول لها ان اه في عندنا يعني عيوب في الكروموزومات او اتفر، وبتعملها جنراكتن تدي لها استروجين ريبليسمنت ثيرابي. بالنسبه ل الديسبارونيا والفيرتيليتي والكلام ده اعمل لها، ممكن اعملها نيو فاجينا فورميشن، نيو فاجينا فورميشن فور سيكشوال انتركورس كويس، لان دي ممكن تجي لك تكون متجوزه اصلا كويس. لكن طبعا مفيش possibility of ابدا حمل، ولا في يوترين ترانسبلانتيشن زي صديقتها مولينا جانسس. لا ليه؟ مفيش اوفر بالظبط، مفيش اوفر اذا مفيش اوفر فما ينفعش، ما ينفعش يوترين ترانسبلانتيشن ما عندهاش اوفر، ما عندهاش اوفر، عشان كده ادينا لها هرمون ريبليسمنت ثيرابي او استروجين ريبليسمنت ثيرابي. فده بالنسبه للثلاث اسباب بتوع اليوترين كوزز اوف امينوريا، اللي هو يا اما توتال مولينا جانسس ودي عندها اوفريز وعندها هرمونز وعندها فوليكلز وتمام التمام، احنا بس ممكن نعملها نيو فاجينا فورمي او يعني دايلاتيشن للفاجينا، اشرمان سيندروم كويس واندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. طب لو جينا بقى على الاكسس نفسه، لو في الاكسس ابنورماليتي في الهايبوثالامس، ابنورماليتي في الانتيريو بيتيوتري، ابنورماليتي في الاوفريز، هيبقى عندنا لو انا بتكلم على برايمري امينوريا هيبقى عندنا سيكندري سيكشوال كاركترز ولا ما عندناش؟ ده ما عندناش لان ما عندناش استروجين، سواء كان عندي الليفل بتاع الهايبوثالامس هو اللي فيه مشكله او الليفل بتاع البيتيوتري فيها مشكله او الليفل بتاع الاوفريز فيه مشكله، احنا ما عندناش استروجين فبالتالي مش هيبقى عندنا سيكندري سيكشوال كاركترز. انا بتكلم على برايمري امينوريا مش سيكندري، برايمري امينوريا. طب يعني ايه؟ هو في اسباب في ابنورماليتيز ممكن تبقى موجوده في الهايبوثالامس. اه في حاجه اسمها كالمان سيندروم وسيندروم كونجنيتال سيندروم، بيبقى في مفيش الجينر اتش مش بتبقى ريليز، وبرده الاولفاكتوري بالب المسؤول عن السمال برده ما بيبقاش ديفلوب. فبالتالي هدي لك البنوته دي وهي يعني بتشتكي من انوزميا كويس وامينوريا، انوزميا وامينوريا. طيب انوزميا وامينوريا وهي كالمان سيندروم هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها ايه؟ تملاقي وهي عندها 14 16 سنه كده نو سيكندري سيكشوال، ما هو نو سيكندري سيكشوال كاركترز لان مفيش جينر ايج، مفيش اف اس اتش ال اتش، مفيش استروجين، مفيش سيكندري سيكشوال كاركترز، مفيش مانسس. هتعمل لها ايه؟ بدل هديلها استروجين ريبليسمنت ثيرابي
او هرمون ريبليسمنت ثيرابي ان ذا فورم اوف كومبايند اورال كونتراسبتيفز، دي اسهل فورما موجوده في السوق اللي هي استروجين بروجستيرون. بتديه لها طبعا سايكليكال، يعني تديه وبعدين تعمل له ويزدرول عشان يجي لها ريجولر منسز، وكمان انت بتديك لها اكسترنال استروجين عشان الديفلوبمنت اوف سكندري سيكشوال كاركترز. طب تفهم بتاعت الكالمن سيندروم دي، يعني في بوسيبيليتي اوف جيتينج بريجننت للكالمن سيندروم؟ قصدي يعني افرض عايزه تحمل، هتعمل لها انت ايه؟ هو عشان تحمل يا دكاتره احنا لازم نعرف في اوفريز، في فوليكلز، في يبقى نبتدي نتكلم. مفيش، لا مفيش كلام، صح ولا لا؟ وفي يترس، هم دول الحاجتين اللي احنا محتاجينهم للحمل. طيب الهايبوثالامس، الهايبوثالامس ديز اوردر، عندها اوفريز، عندها اوفريز، عندها يترس، عندها يترس، يبقى تحمل. هتحمل وانا بديلها الاو سي بيز؟ لا طبعا، يعني ساعه ما تقرر ان هي عايزه تحمل انا مش هديلها اورال كونتراسبتيف بيلز، هعملها بقى اي في اف اكس تي، واديلها هرمونات من بره، واخد منها الفوليكلز، واعمل لهم بعد كده امبريو ترانسفير في اليوترس وحاجات كده، لكن هي عندها الهرمونز. طب هل مشكله الكالمن سيندروم دي اللي ما عندهاش جي ان ار اتش بس بالنسبه للمنسز؟ بس بالنسبه للمنسز، لان ده جي ان ار اتش بس هو اللي افكت. بالنسبه للبيتشيتري، بيتيوتري جلاند، الانتيريور بيتيوتري، انتيريور بيتيوتري، ساعات بيحصل سيفير بوست بارتم هامرج، ودي بنشوفها، دي بنشوفها كتير. سيفير بوست بارتم هامرج يعني الست نزفت بشده بعد الولاده، كويس؟ وسيفير بوست بارتم هامرج ده اللي هي ممكن تخش منه في شوك. فبيحصل ايه الجسم؟ انه بيعمل ريديستريبيوشن، الشوك بيعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد، بحيث ان هو يودي البلاد ده للمور فايتال اورجنز على حساب اللاس فايتال اورجنز، بدليل ان هو ممكن واحده لما تخش بشوك او سيفير بوست بارتم هامرج او كده بتلاقي بيروح للبرين، بيروح للهارت، لكن ممكن ما يروحش للكيدنيز وتبتدي وتخش منك في اكيوت رينال فيلير، مش كده ولا ايه؟ زي ما هنشوف بعد كده ان هي ممكن ما يروحش لليوترس، لان اليوترس از نوت فايتال اورجن، فتخش في حاجه اسمها اتوني. اتوني يعني فيلير اوف كونتراكشن اوف ذا يوترس، فتخش منك في اتوني وتفضل ان هي تنزف كتير. فالسيفير بوست بارتم هامرج ده بيعمل ريديستريبيوشن للبلاد، فالانتيريور بيتيوتري ممكن يحصل لها افاسكولار نيكروزس او سيفير ديكريز ان ذا بلاد سبلاي بتاع الانتيريور بيتيوتري، لدرجه ان هو بيحصل لها افاسكولار نيكروز، مفيش بلاد فاسلز وبيحصل لها نيكروزس. طب لما الانتيريور بيتيوتري يحصل لها افاسكولار نيكروزس ايه اللي هيبقى افكتد؟ مفيش كل الهرمونز اللي بتطلع من الانتيريور بيتيوتري. فبالتالي اللي هي بيتيوتري نيكروزس ديو تو بوست بارتم هامرج اللي بنسميها شيهان سيندروم، اول ما يقول لك بوست بارتم هامرج على طول يجي في بالك ينور الشيهان سيندروم. شيهان سيندروم يعني افاسكولار نيكروزس اوف ذا بيتيوتري ديو تو سيفير بوست بارتم هامرج. طب لو جات لك واحده شيهان سيندروم هتبقى ايه السيمتوم اللي هتكمبلين منه؟ ايه رايكم؟ ايه اول سيمتوم ممكن الشيهان تكمبلين منه؟ علي صوت فيلير اوف لاكتيشن، ده اول سيمتوم، مش كده ولا ايه؟ لان دي بوست بارتم، بوست بارتم يعني ايه بعد الولاده؟ بعد الولاده يعني عايزه تعمل ايه؟ عايزه ترضع. طب في برولاكتين؟ لا مش هو بيطلع من الانتيريور بيتيوتري برضه؟ فهتبقى فيلير اوف لاكتيشن ده اول حاجه ممكن تشتكي منها الشيهان سيندروم، فيلير اوف لاكتيشن. بعد بقى كده تيجي بتاع اللي هو ايزي فاتيجابيلتي ومش عارف ايه عشان التي اس اتش والاي سي تي اتش والكلام ده، كل ده هيجي. وفي الاخر خالص بقى قصه الامينوريا دي، طبعا في امينوريا لان مفيش اف اس اتش ولا اتش. فالشيهان سيندروم دي اللي هو بيتيوتري نيكروزس فولوينج بوست بارتم هامرج هيبقى عندها كومبليت فيلير اوف ذا هول فانكشن اوف ذا انتيريور بيتيوتري، لان كل الهرمونز دي مش موجوده. طيب دي مشكله الشيهان، اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه واحده شيهان سيندروم يا دكاتره؟ خلاص ولدت وخلفت ومش عارفه ترضع، البيبي اديناه له بوتل فيدنج ولا وات ايفر، ايوه الست بقى هنعمل فيها ايه؟ هي عندها مشكله ولا ما عندهاش مشكله؟ طبعا امينوريا دي ابسط مشاكلها، بس عندها مشاكل اخرى، دي ما عندهاش ثايرويد كويس فانكشن، ما فيش كورتيزول، ما يعني عندها مشاكل، هتعمل لها ايه؟ اديها ريبليسمنت لكل الاند اورجن هرمونز دول، اللي هو مش هديها بقى تي اس اتش، هديها التروكسن، هديها كورتيزون ستيرويد، هديها او سي بيز عشان سايكليك الاو سي بيز عشان تنزل عندها منسز. طب لو عايزك تحمل الشيهان ولا ما تحملش؟ عندها اوفريز الاول، قبل ما تردوا عليا، عندها اوفريز وفيهم فوليكلز، عندها يوترس، ده جالها بوست بارتم هامرج بس احنا ما عندناش استراكن، فعندها يوترس، فعندها الاثنين، تحمل ازاي؟ ممكن حتى من غير ما اعمل امبري ترانسفير والقصص دي، ده اليوترس بتاعها زي الفل وكويس وكبير، دي سكندري امينوريا مش كده؟ سكندري امينوريا ولا
برايمري تشينج. اكيد سكن الحمولة بوست بارتم هي كان بيجي لها كل حاجه عادي خالص. فدي ممكن قوي ان انا اعدلها بس اندكشن اوف اوفيليشن باي الهرمونز اللي هم اتش ام جي اس سي جي، يعني الحاجات اللي هي زي الاف اس اتش وال اتش، وهم بقى يكملوا الاكسس بتاعنا. حتى مش محتاجه ان انا اعمل لها من بره اي بي اف اكس تي، كفايه ان انا اعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن. ده هنتكلم عليه في الاندكشن اوف اوفيليشن الاسبوع الجاي على طول، اندكشن اوف اوفيليشن. بس الاندكشن اوف اوفيليشن ده ما ينفعش يبقى بحاجات زي كلوميفين سيتريت اورال تابلتس، لازم يبقى باي انجكشن، لان ادي حاجات زي الاس تي جي والاف اتش والال اتش اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. يعني ممكن اعملها اندكشن اوف اوفيليشن بس انجكشن، انجكشن الاف اس اتش والال اتش والحاجات اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت عشان يروحوا للاوفري اللي فعلا فيه فوليكلز، يطلع فوليكلز يحصل لها فيرتلايزيشن واليوترس بتاعها كويس ويحصل بريجنس. يبقى ده بالنسبه للشهاد. انا عارفه بنتكلم على ايه هنا، بنتكلم على لو عندنا برايمري امنوريا ديو تو ابنورماليتيز في الاكسس. انهي اكسس؟ هايبوثالامو هايبوفيزيال اوفيريان اكسس. اول حاجه اتكلمنا عليها كالمان سيندروم، وده قلنا برايمري امنوريا. ممكن يبقى معاه كمان انوزميا، او سوري لازم يبقى معاه كمان انوزميا. ده بالنسبه للكالمان سيندروم. نزلنا على البيتيوتري وقلنا الشيهان سيندروم ده اللي بيجي فولوينج بوست بارتم هيمرج. طب في اسباب ثانيه ريليتد للهايبوثالامس قبل ما نسيب الهايبوثالامس؟ ستريس وايريتابيليتي وامتحانات وانوركسيا نيرفوزا والناس اللي بيروح اكسرسايز واتليتس ومش عارف بيعملوا اكسرسايز كتير والكلام ده وزنها يعلى قوي او يقل قوي في فترات قليله، كل ده بيأثر على الفالسيتيليتي اوف ذا جينريج. عشان كده عادي جدا ان هو وقت الامتحانات تلاقي ايه ده المنسز ما جاتش، ده انا مش عارف متاخره عليا، ده فات ثلاث شهور، ده دخلت سكندري امينوريا. عادي عادي عادي، ده هايبوثالاميك كوزز اوف امينوريا. وانس الكوز بقت ريموفد المنسز رجع تاني طبيعي، ما فيش اي مشكله خالص. فدول لو هي في ستريس او اريتابيليتي او اي حاجه ثانيه من الحاجات دي، او لو بتاخد ميديكيشن زي اكتر اشهر ميديكيشن ممكن تعمل لنا سكندري امينوريا هم الانتي سايكوتيك ميديكيشن والانتي ديبريسنتس والحاجات دي. فدي ممكن قوي انها بتعمل امينوريا، بتعلي البرولاكتين بتنهبت الاوفيليشن، فممكن قوي انها بتعمل قصه الامينوريا دي. او لو هي بتاخد او سي بيز بس كونتينوس انتيك اوف او سي بيز مش سايكليكال انتيك اوف او سي بيز، يعني بتاخده كونتينوس. عشان كده حتى اللي بيروحوا مثلا عمره حج ما اعرفش حاجات كده بنقول لهم خدي راس مالها الحل بس كونتينوس، ما توقفيهاش خالص، خديها 40 يوم 50 يوم ورا بعض، ده بيمنع نزول المنسز فدراج انتك. يبقى كده دول الهايبوثالاميك كوزز، كالمان سيندروم دي برايمري لانها كونجنتال او دراجز وستريس وكده، فدول هيعملوا سكند امنوريا. بعد كده البيتيوتري او زي ما انتم شايفين كده احنا ماشيين كل واحده ليها ثلاث اسباب مع بعض. انتيريور بيتيوتري قلنا اول حاجه شيهان سيندروم ذا موست كومن اللي هي فولوينج بوست بارتم هيمريج. في حاجه ثانيه اسمها امتي سيلا سيندروم. ايه امتي سيلا سيندروم؟ هو البيتيوتري موجوده فين؟ في السله. امال ايه امتي سيلا؟ يعني كونجنتال ابسنت بيتيوتري؟ لا لا مش كونجنتال ابسنت بيتيوتري، ده السله التورسيكا بتبقى متغطيه بالدايافراغما سيلي، وده بيمنع السي اس اف ان هو ينزل ويعمل بريشر على البيتيوتري جلاند. فلو حصل ديفكت في الدايافراغما سيلي دي ونزل السي اس اف هيعمل كومبريشن على البيتيوتري جلاند، والكومبريشن بتاع على البيتيوتري جلاند ده ممكن يعمل ديسيوس اتروفي. ديسيوس اتروفي فلو جيت تعمل الاكس راي على السله التورسيكا او البرين او تعمل سي تي برين تلاقي ازيف ات از ان امتي سله تورسيكا، لان انت مش شايف البيتيوتري جلاند من كتر ما حصل لها اتروفي. فاتروفي اوف ذا بيتيوتري جلاند اتروفي اناتوميكالي انك انت مش شايفها وسميناها امتي سله، وفانكشنالي ان هي طبعا ما بقتش بتسكريت حاجه، ما هي ديسيوس اتروفي ما بقتش بتسكريت كل الهرمونز اللي هي زي بالظبط قصه الشيهان سيندروم، بس ديو تو انذر كوز ان هو عندها ديفكت. فدي طبعا بتروح للنيورو سيرجري من الاول، وعلاجها بيبقى عند النيورو سيرجري، احنا مش بنشوف الانتي سله سيندروم. وممكن اللاكتوتروف سيلز اللي هي بتسكريت ايه اللاكتوتروف سيلز بتاعت الانتيرو بيتيوتري برولاكتين يحصل تشومر فيها، فبنسميها ادينوما او برولاكتينوما. والادينوما دي ممكن تبقى مايكرو ادينوما. مايكرو يعني ايه؟ صغيره. صغيره يعني اصغر من قد ايه؟ اصغر من سنتي. مايكرو ادينوما او ماكرو ادينوما. ماكرو يعني ايه؟ كبيره. كبيره يعني اكتر من سنتي. فالبرولاكتينوما او السبب الثالث برولاكتينوما، مايكرو ادينوما اقل من 1 سنتيمتر السايز اوف ذا ادينوما دي او ماكرو ادينوما. طب ليه فرقنا؟ ليه فرقنا مايكرو مايكرو مع البرولاكتينوما وخلاص؟ يبقى اكيد العلاج بيختلف. بالظبط كده، يبقى المانجمنت مختلف فعلا. المايكرو ادينوما تريتمنت از ميديكال، ميديكال بنديها حاجات انتي برولاكتين ميديكال تريتمنت. لكن الماكرو ادينوما الكبيره اللي اكتر من سنتي دي محتاجه سيرجيكال انترفيرنس عشان اشيل البرولاكتينوما اللي موجوده. ايوه طب وليه البرولاكتينوما تعمل لنا امينوريا؟ لان الهاي ليفلز اوف برولاكتين بيعملوا امينوريا بنهبل
ديجنريشن وينهبت المانسز، بدليل ان ستات كتير قوي وهي بتردع البرولاكتين ليفل عالي ما بتجيلهمش مانسز او بيجيلهم حاجه اسمها لاكتيشنال امينوريت، لان البرولاكتين لما بيعلى قوي كويس ده بينهبت الاكسس كله، فممكن ستات تخش مننا في امينوريت. فدول الاسباب اللي هي الانتيريور بيتيوتري كوزز، وزي ما انتم شايفين كلهم تقريبا بيعملوا لنا سكندري امينوريا، لان مفيش حاجه فيهم كونجنيتال، فكلهم تقريبا يعملوا لنا السكندري امينوريا مش برايمري امينوريا. اخر حاجه في الهرمون الاكسس، احنا قلنا الهرمون الاكسس هو الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري، وبعدين الاوفري. الاوفري طبعا الاوفري مهم، يعني الاوفري لو ما اخذ الكلام ده الجينر اتش والاكس اتش والال اتش، لكن هو مش شغال ما هو مش هيطلع لي استروجين، ما هو لازم هو كمان شغال حتى لو الاكسس ده نورمال وصل للاوفري اف اس اتش ولا اتش وهو الاوفري مش شغال، يبقى كده برده مش هيتكون عندي استروجين. يعني ايه الاوفري مش شغال؟ زي مين؟ اجينيسيس خالص كويس، زي في التورنر سيندروم. سمعتوا عن التورنر؟ التورنر سيندروم دي تبقى واحده بنوته ليه؟ لان فيها فعلا انترنال اورجنز. ازاي فيها انترنال اورجنز بتاع الفيميل؟ هو ايه الجينوتايب بتاع التورنر؟ اكس او 46 ولا 45 ولا 44 ما هو الاو ده يعني زيرو، الاو ده يعني زيرو، فهي 45 XO خلاص 45 XO. يعني ايه او؟ يعني دي مش واي، فما عندناش تستيكولر ديفرنشيتنج فاكتورز، فما فيهاش تستيكل، وما عندناش مولاريان داكت انهبيتنج فاكتور، فبالتالي فيها مولاريان داكت، فيها يوترس وفيها فالوبيان تيوب وفيها سيرفكس وفيها فاجينا. يعني التيرنال فيها انترنال اورجنز بتاعت مولاريان داكت، لان هي ما عندهاش مولاريان داكت انهيبيتنج فاكتور، فبالتالي المولاريان داكت كبرت وبقت موجوده عندها مولاريان داكت. امال مشكلتها ايه؟ مشكلتها في الجينيتال ريدج، مشكلتها في الجينيتال ريدج مش في المولاريان داكت، مشكلتها في الجينيتال ريدج. ايه مشكله الجينيتال ريدج؟ ان الاوسايت اللي موجوده ده عندها اوسايت او عندها اوسايت، بس المشكله ان ما حولهاش اللاير اللي هي بتاعه الجرانيولوزا سيل اللي بتعمل بروتكشن للاوسايت، فطالما اللاير دي مش موجوده فحصل اتريزيا لكل الفوليكلز، مولوده بكل الفوليكلز بتاعتها اتريك، كل الفوليكلز اتريك. فمهما وصل لها جينر ايه اف اس اتش وال اتش اف اس اتش وال اتش عاليين، هيحصل ايه؟ مش اي امل، مش اي اس خالص. فبالتالي هتلاقيها دي عندها سكند سيكشوال كاركترز ولا لا؟ لا طبعا ما عندهاش، ما فيش استروجين، هيبقى في سكند سيكشوال كاركترز منين؟ فالتورنر ما فيهاش سكند سيكشوال كاركترز. طب حل التورنر ايه؟ يعني لما تجي لك بنوته تورنر، وبيبقى ليهم على فكره معاهم برده كونجنتال انوماليز في الهارت، وممكن تبقى فور ستيتشر وعندها كيوبيتس فالجس في ايديها، الكارينج انجل بتاع القلب عالي، يعني هي ويبنج اوف ذا نك، يعني ليهم سيرتن فيشز كده. بتعمل لها ايه؟ استروجين ريبليسمنت، مش محتاجه دي بقى تي اس اتش وكلام من ده، ما هي شغال فوق في تي دي اس اتش واي سي تي اتش وكل حاجه، هي مشكلتها بس في الفوليكلز، فبالتالي ما عندهاش استروجين، فلازم اديها استروجين ريبليسمنت ثيرابي، لان لو انا ما اديتهاش من صغرها كده هيجيلها اوستيوبروزيس ومنوبوزيال سيمتومز، لان ما عندهاش استروجين، فلازم اديها استروجين ريبليسمنت تحمل. مفيش فوليكلز فتحمل دي، في يوترس بس مفيش فوليكلز، فبالتالي يعني الا بقى الاوفم دونيشن، اوفم دونيشن اللي هو فيه زي سبرم دونيشن واوفم دونيشن وكده، فاوفم دونيشن من واحده ست ثانيه واي دي اف سبرم بتاع جوزها ونعمل لهم ترانسفير، يعني بس نبقى فاهمين. لكن التورنر طبعا طالما مفيش فوليكلز مفيش او سايز، يبقى بالتالي التورنر دي ما تحملش، وحلها ان انا لازم اديها استروجين ريبليسمنت ثيرابي من بره، فده كونجنتال تورنر، فده طبعا يعمل لي برايمري امينوريا، ده في الكاتيجوري اهو مكتوب تحت البرايمري امينوريا. في حاجه قلناها المره اللي فاتت تعمل لي سكندري امينوريا ايه؟ بي سي او ممكن يعمل كويس، بي سي او اللي هو انوبيليشن بولسيتيك اوفيريان ديزيز، ده هنتكلم عليه الاسبوع الجاي، بولسيتيك اوفيريان ديزيز لانه بيعمل لي انوبيليشن، فالانوبيليشن ممكن يبقى فيه بيريدز اوف امينوريا ممكن توصل لثلاث شهور ورا بعض، فساعتها نسميها سكندري امينوريا. او وفي حاجه كمان قلناها المره اللي فاتت يا دكاتره، بريماتور اوفيريان فيلير، premature ovarian failure او premature ovarian insufficiency POI، premature ovarian insufficiency او premature ovarian failure، ان هو بدري قبل سن ال 40 سنه لكن هو ما بيجيلهاش منسز، المنسز قطعت ليه؟ يعني ممكن جينيتيكلي، ممكن تعرض للريديوثيرابي، ممكن اي حاجه، ان هو ابتدت البيريد ما تنزلش عشان حصل depletion abnormal depletion of the follicles very early قبل سن 40 سنه، فدي بنقول عليها premature ovarian failure، طالما قبل 40 سنه بنقول عليها premature ovarian failure. طب ايه حل البريماتور اوفيريان فيلير دي؟ لازم اديها استروجين ريبليسمنت ثيرابي عشان ما يبقاش عندها مشاكل ومينوبوزال سيمتومز بدري، فلازم اديها هرمون ريبليسمنت ثيرابي او استروجين ريبليسمنت ثيرابي. طيب تحمل البريماتور اوفيريان فيلير؟ ما ينفعش انها تحمل ما عندهاش فايبريماتور مينوبوز، بريماتور مينوبوز او بريماتور اوفيريان فيلير، بس اي ادق
الماجون بيحصل. دول يحملوا لانهم فيهم فوليكلز، لكن دول ما يحملوش لان ما فيهمش فوليكلز، صح ولا لا؟ فلازم افرق بينهم. تفرق ما بينهم ازاي؟ تفرق ازاي ما بين هايبوثالاموس بيتيوتري كوزز وما بين الاوفيرين كوزز؟ هرمون انهي هرمون بروفايل؟ الاستروجين. ليه هيبقى الاستروجين هنا ايه؟ ايه رد عليا، استروجين ايه موجود؟ موجود؟ لا طبعا لا. في جينريش واف سي اتش جاي لكن في الاخر ما بيطلعش استروجين، مش كده ولا ايه؟ لا سوري ما فيش الحاجات دي وما بيطلعش استروجين. يعني الاند ريزلت ما عنديش استروجين. طب يبقى ازاي افرق بالحاجه الاند؟ ما ينفعش، ما ينفع، ما كلهم في دول ما فيش استروجين بدليل انه ما كانش فيه سكندري سيكشوال كاركتر. يبقى ازاي تختاروا الهرمون الوحيد اللي في الثلاثه هيبقى قليل؟ مش كده ولا ايه؟ مش لازم يبقى قليل في الثلاثه لان هو في الاخر ما فيش استروجين، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت لو عايز تفرق ما بين الهايبوثالاميك والبيتيوتري وما بين الاوفيريان تفرق بايه؟ اف اتش ولا اتش؟ طبعا اف اتش ولا اتش. ليه؟ هيبقى هيبقى ايه في الهايبوثالاميك؟ طبعا الهايبوثالاميك لوحده لا، لان قلنا جينر اتش ما بيتقاس، فانا مضطر اخده مع البيتيوتري، باخدهم كلوكشه واحده كده مع بعض، الهايبوثالاميك والهايبوفيزير والاوفيري لوحده. وانت قلتوا اف اتش اند ال اتش، هاي العظيم فعلا شابوه. تمام، ايه بقى هلاقي ايه الاف اتش والال اتش في الحته دي؟ قليل قليل. هلاقي هايبو جونادوتروفيك، جونادوتروفيك اللي هو الجونادوتروفيك هرمونز، هتبقى هايبو جونادوتروفيك. طب هلاقي ايه الاف اتش هنا؟ عالي، لان مفيش استروجين فمفيش نيجاتيف فيدباك، خلاص فهو ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، فعمال يعلى اكنه منافوز الليفل اوف اف اتش. فهنا هيبقى هايبر جونادوتروفيك، او الاف اتش هنا في الاوفيريان كوزز هيبقى عالي، لكن في الهايبوثالاميك والبيتيوتري كوزز هيبقى قليل. فده بالنسبه ليه، احنا اتكلمنا على كل الكوزز، وهايبوثالاميك كوزز انتيريور بيتيوتري كوزز اوفيريان كوزز واليوترس والاوتفلو تراكت اوبستراكشن، سواء برايمري او سكندري كوزز اوف امينوريا. الكلينيكال ابروتش قلناه في النص واحنا ماشيين، ان اول حاجه باخد منها هيستوري عشان اشوف هو انت اتجحتي قبل كده يا مدام، عملتي دي ان سي؟ لو قالت لي عملت دي ان سي يبقى افكر في ايه؟ عشان مان سندروم. طب انت جالك مثلا بوست بارتم هيمرج يبقى افكر في ايه؟ شيهان سندروم بالظبط كده. فالهيستوري از فيري امبورت. طب انت بتاخدي اي ميديكيشن؟ ماشيه مثلا على او سي بيز، ماشيه على حاجه كده، يبقى افكر في دراج انتيك في هايبوثالاميك كوزز اكزامينيشن عشان اشوف السكندري سيكشوال كاركتر، ولوكال اكزامينيشن عشان اشوف الاكسترنال جينيتاليا عشان اكسكلود او اكونفيرم الكريبتومنوريا. يبقى هيستوري اكزامينيشن، الترا ساوند عشان اشوف اليوترس اورجانيك ليجن، لان الالترا ساوند يوريني اورجانيك ليجن يعني اليوترس ولا في بريزنت اور ابسنت، ولو في اي انوماليز موجوده في اليوترس. هرمونال بروفايل، واهم هرمونال بروفايل طبعا بنعمله هو الاف اتش هنشوف عالي ولا قليل، فبالتالي اقدر اقول انا بتعامل مع انهي حاجه. طبعا لو انا شكيت في يوترس واوت فلو تراك مش هعمل هرمونال بروفايل، انا بعمل هرمونال بروفايل امتى؟ بالظبط كده، لو انا شاكه في الاكسس هو اللي فيه ابنورماليتي، فلو انا شاكه في الاكسس فيه ابنورماليتي هو اللي بعمل هرمونال بروفايل. وطبعا باي فار الاف اس اتش هو ده اللي هيفرق لي انا بتكلم على حاجه من فوق انومالي ولا بتكلم على انومالي من تحت. طبعا ممكن اعمل هيستروسكوب اكونفيرم الاشر مان، لافاروسكوب يوريني ايه اللافاروسكوب، لو عملت منظار من البطن، بالبطن دخلت بمنظار يوريني ايه؟ اليوترس بريزنت اور ابسنت، وكونفيرم بقى دي فعلا موليريا انجينيسيس ولا اندروجين سنسيتيفيتي، شكيت بين الاثنين اروح عامله كاريوتايبنج. يعني في كمان سبيسيفيك انفستيجيشن زي لاباروسكوب هيستروسكوب كاريوتايبنج وسي تي برين لو انا شاكه في برولاكتينوما او امتي سيلا سيندروم. سؤال قبل ما تمشي، وات از ذا كومنست كوز اوف سيكندري امينوريا؟ بريجننسي باي فار. واتس كومن از كوم، يعني جات لك ست الدوره مغيبه عليا، بريجننسي على طول قبل ما ابتدي ونزفتي وخدتي قبل كل القصص دي، يعني مفيش بسم الله الرحمن الرحيم اعملي بريجننسي تست، لان باي فار هو ده الكومنس، هو ده الكومنس. برضو يا دكاتره لو هي عندها اي اندوكراين بروبلم، يعني ثايرويد ومش متظبطه، عندها مشكله مثلا كوشنج اديسون ما اعرفش، يعني اي حاجات هرمون دايبيتس وان كنترول دايبيتس، كل ده ممكن ياثر على المنسس. فبالتالي اول حاجه تبقى في مخكم للسكندري امينوريا بريجننسي، ان كنترولد اوريدي بريزنت ميديكال ديز اوردرز، وبعدين بعد كده نبتدي نحط السكيم بتاعنا. السكيم ده مهم، السكيم ده مهم، مش هتلاقوه كده في الكتاب، هتلاقوه كله يعني سايح كتير على بعضه. السكيم ده مهم وهيبقى موجود دلوقتي، ممكن هتلاقوه اتحط على الصفحه دلوقتي متلونه كده، فالسكيم ده مهم. شكرا يا دكاتره، ميرسي لكم.